السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الـ CT Lower Limb and Geographic Study Protocol. إزاي تصور الـ Lower Limb and Geographic. الموضوع ده common جدا ومن الفحوصات اللي بتطلب كتير، ونسبيا هو من الفحوصات السهلة، يعني من أسهل أنواع الفحوصات الأنجيوغرافي، أسهل من البالمونري وأسهل من البرين والكاروتيد، والفالسس فيه يعني ما بتحصلش كتير، يعني صعب قوي ان فحص لور لمب انجيوغرافي يبوظ منك يعني. لكن خلينا نحط نقط على الحروف ونتعلم ازاي. وانت الهدف ان انت توصل للصورة دي او للمستوى ده، تمام؟ ان هو انت عندك جود اوباسيفيكيشن، كونتراست في الابدومينال اورطة، دنسيتي عالية 350 فما فوق، يبقى كل الارتيريال تري بالنسبة لك واضحة وجميلة. وبالتالي انت هتقدر لو اشتغلت على ورك ستيشن فيها جود 3D وفيها بون ريموفال سوفت وير تولز، تعمل 3D ايمج كويسة زي الصورة دي يعني، تمام؟ انت هدفك انك تطلع صورة ريكلينيشن عشان يبقى واخد منظر عام او فكرة عامة عن الديزيز. هنا من بساطة تشوف الصورة دي مثلا، لان في اوكلوجن في الاورطة يعني، في انفرين ابدون الاورطة، فمن مجرد شفتها بس. طبعا احنا مش بنستخدم الصورة 3D دي از راديولوجيست في التشخيص، دي حاجة كده بس على جنب كده نعملها وخلاص يعني. احنا طبعا الأساس بتاعنا دايما هو استخدام صور ال 2D والمابات، يعني ممكن تعمل مثلا ماب وكده. المهم عشان بس ما نسرحش في قصة الصور نفسها بتاعت اللور لمب اند جيوغرافي، خلينا نشوف البروتوكول. تمام، أول حاجة أنت تحن صبغة. القاعدة الأساسية إن الريت هو أهم عنصر في الحصول على فحص أنجيوغرافيك كويس، سواء بالمونري أو برين أو لور لمب، دايما الريت هو الأساس بتاع. بتستخدم ريت عالي، بتستخدم كمية صبغة مناسبة. في الأبدومينال أورتا واللور لمب أنجيوغرافي أنت ممكن تستخدم 120 ملي، من 100 ل 120 ملي حسب وزن المريض. يعني لو انت عاوز تحسب الوزن هتستخدم 1.25 مللي لكل كيلو جرام ويت اوف ذا بيشنت، تمام؟ طبعا هتحط كانيولا خضراء في انتي كيوبيتال فين، بلاش نحطها في الريست يعني عشان تحتحم فلو عادي، فالفينز في الريست تبقى رفيعة شوية فممكن تستحملش البريشر بتاع الحقن. هتحقن بريت 4.5، حابب تحقن بريت أعلى ماشي، بس ده بيزود risk of venous rupture، تمام؟ بعد كده هتحدد ال site of row and y اللي انت بتريس عليه الصبغة، هتوصل امتى لون الأورطة. هتعمل ال row and y بتاعتك على ال supra-diaphragmatic portion of the abdominal aorta، يعني تحطها مثلا هنا above the level of سيليك ارتري اورجن. ده ضروري عشان انت محتاج ان انت تشوف السيليك ارتري. المهم تحط الرو ان واي وتدي الاوردر بتاعك للماشين ان هي تقعد تقيس الدنسيتي اوف ذا بلاد وذين ذيس ريجن لحد ما الصبغه توصل للمكان ده، وتحدد الثريشولد ان انت بتفهم الماشين بتاعتك. لما الدنسيتي في المكان ده توصل لرقم ابتدي صور، ابتدي خلي الجهاز يصور. فالثريشولد اللي هتحطه يعني الأأمن 180، لكن لو انت عندك الجهاز بتاعك جهاز سريع والتيبل موفمنت كويسة وسريعة والنمبر اوف سلايسز عالي، ممكن تخليها بدري شوية عند 150 هاوس فيلد يونت. وانس ان انت وصلت للثريشولد ده تبتدي الماشين تصور الفيرست انجيوغرافيك فيز، تمام؟ بعض الماشين فيها delay time اسمه البوست threshold delay time، حاول خليه قدر الإمكان minimum يعني ثانيتين أو ثلاثة بالكتير عشان ما تتأخرش عن مرحلة تصوير ال arterial phase أو ال early arterial phase أو ال angiographic phase، تمام؟ في حاجة كده في التكنيك يعني زيادة، حاجة اسمها pitch. البيتش دي يعني في مرة تانية بنشرحها لكم مفهومها يعني، لكن هو ببساطة هو معدل تداخل السلايسز مع بعض. يعني انت ممكن تخلي ان يحصل مينيمال اوفرلاب ما بين السلايسز واثناء الهيليكال موفمنت اوف ذا اكس راي سورس مع حركة التيبل، اوكي؟ تخيلها زي السوستة كده، انت ممكن تخلي السوستة مضغوطة قوي فتخلي البيتش ده اقل من واحد، او تخلي السوستة دي
صوت دي ترمز لحركة الديتكتور، تمام، بالنسبة لحركة التيبل. اوكي، تخليها على واحد معناها ان كل جزء من الجسم هيتعرض مرة واحدة بس للإكس راي، او تخليها اكتر من واحد، تخليها واحد ونص كده، معناها ان يبقى في جابس ما بين السلايس، وفي اجزاء من الجسم مش هتتعرض لجرعة اشعة زيادة. الموضوع ده يعني غير حاجة اسمها، حاجة تانية اسمها الاوفرلاب، يعني في اوبشن تاني في الماشين اسمه الاوفرلاب، يعني دي حاجة ودي حاجة، بس خلينا بس ايه يعني، خلي بس المعلومة دي عندك، واحنا في فيديو تاني هيبقى شوية فيزيكس عن الموضوع ده، مفهوم البيتش ومفهوم الاوفرلاب والكيلو فولت وميلي امبير، وتعمل البارامتر دي ازاي. بس في يفضل دايما في اللور لمب اند جيوغرافي ان انت تعمل، خلي البيتش على اقل من واحد، يعني حاجة بسيطة بس عشان تاخد صورة كويسة وتاخد درجة وضوح الصبغة كويس، تمام. نيجي تاني خطوة، ايه بقى؟ خلاص انت حقنت السبعة، فالمفروض تخطط الفحص بتاعك. انت هتاخد 3 فيزز، نون كونتراست والايرلي انجيوجرافيك فيز والسكند او السكند ارتيريال فيز او الرن الراجع، يعني عارف انت هتاخد رن رايح ورن راجع. النون كونتراست فيز دي بنعملها قبل ما نحرق الصبغة خالص، بتاخد من الركبة لحد صوابع الرجل، هي هدفها ان انت بتستيميت درجة الاثيروسكليروزز اللي حاصلة في الانفراجينيكولار ارتيريال تري. ده هيفيد في ايه؟ ان انت اوقات بيكون في هيفي اثيروسكليروز كالسيفيكيشن، بالتالي انت مش متوقع ان انت لما تحقن صبغة انك تشوف اليومن اوف ذا ارتري. وقتها لو فعلا ان الكلينيشن شاكك ان الارتيريال انسفيشنس اللي عند المريض هي موجودة في الارتز اللي تحت الني بس، وان الارتز اللي فوق لو هو افترض كان عامل دوبلر وطلع مثلا سوبرفيشال فيمورال ارتري والكومن فيمورال ارتري ترايفيزيك ويف نور ما فهمش حاجه، فانت بتكلم الدكتور بتقول له العيان ده مش هيستفيد من الفحص ده، الافضل ان احنا نحاول نفحص الام ار اي، ام ار انجيوجرافي، ان دوت اللي بيبين الفلو اوف ذا بلاد، يعني ده بيصور فلو اوف ذا بلاد، تمام. فدي اهميه الفيز دي، زائد ان هي لو في مثلا مايلد اور مودريت كالسيفيكيشن، وقتها انت بتفتح النان كونتراست فيز، بعدين تفتح الانجيوجرافيك فيز لما بتعمل اسسمنت او بتريبورت، وتقارنهم ببعض شويه بحيث ان انت تبقى عارف ان الحته دي فيها كالسيفيكيشن مش صبغه، والحته دي فيها صبغه، وهكذا، يعني تعمل كومباريزون. يعني تاني فيز في التصوير هي الارتيريال انجيوجرافيك فيز، او دي الفيز الاساسيه بتاعتك، دي بتخططها ان انت تبتدي من الدايفراج او فوق الدافراج عشان تجيب الابدومينال اورتا كله وتنزل لحد صوابع الرجل، في بتاخد كل المساحه دي، يعني اول فيز النان كونتراست بتبقى في المكان ده بس، الارتيريال فيز بتبقى كل المكان ده، السكند ارتيريال فيز ان هو بعد ما الجهاز بيصور في الاتجاه ده خلصنا التو يرجع تاني لحد الني، وفي ناس بتحب ترجع لحد الهيب. عشان ليه؟ عشان في بعض الاوقات نتيجه ان في بروكسيمال استينوزس او في ضعف في الدوره الدمويه، فتبقى الصبغه ضعيفه، فتيجي عند الانفرا تيبيال ارتريز اليومن بيكون بيتنت بس الصبغه مش مفيهاش جود اوباسيفيكيشن، انت بتاخد ران تانية بعدها على طول، مفيش يعني، هو لو يدوبك الجهاز يوصل للتو ويرجع تاني، يعني مفيش ديلي خالص، يعني تحسبا لو كان ده حصل، لو ان فعلا ان فلو الصبغه كان بطيء فما عملش جود اوباسيفيكيشن للتيبيال ارتس في الفيرست فيز، فتاخد فيز تانية لعل وعسى الاوباسيفيكيشن ده يظهر معاك، تمام. فدي اهميه السكند ران، انت بتاخد ران في الاتجاه ده، بعد كده ران ترجع تاني للني، او بعض الاماكن بتحب توصل لحد الهيب. اوكي، طبعا البون الريموفال هنا، انت هنا مش شايف بون، البون ريموفال ده بيتعمل بعد ما الفحص ما بيخلص خالص بالسوفت ويرز، مخصوصه ان هي بتشيل العظم، تمام، على عكس مثلا في البرين انجيوجرافي بنعمل حاجه اسمها سبتراكشن، يعني بناخد صوره الاول نون كونتراست، بعد كده نحقن الصبغه ناخد انجيوجرافيك فيز وناخد الصورتين ونطرحهم من بعض، فبالتالي العظم بيتشال ويفضل الفيسلز. صعب ان احنا نعمل قصه البون ريموفال دي في البرين من غير ما نكون واخدين كونتراست فيز على البرين ونعمل موضوع الطرح ده، ليه؟ لان السكال بيز اناتومي بون كومبلكس، فمفيش لسه سوفت وير كويس يقدر ان هو يريموف البون
بارتفيشال انتليجنت لوحده كده، تمام، على عكس اللور لمب. يعني انت في اللور لمب انت عادي، يعني حتى لو صورت ايفن ارتيريال فيز واحده بس، حتى لو ما خدتش نان كونتراست وما خدتش الدريت فيز دي، تقدر عادي جدا انك تشيل العظم بالسوفت وير بمنتهى السهوله. يعني حتى لو ممكن تشيله مانيوال كمان، يعني في اوبشن كده انت بتدوس على تول بتقول ان ده عظم، وبتروح مضغط على العظمه وفي السوفت وير بيطلع ده عظمه ويشيلها، تمام. هل ممكن فحص الانجيو يطلع بايظ؟ اه، في حاجات، في اسباب ليها علاقه بالصبغه. يعني انت استخدمت جرعه صبغه قليله وحبيت توفر كده، فحقنت صبغه فالدنيا ما كانتش تمام، او اضطريت انك تحقن بسلو انجكشن ريت نتيجه ان انت مش قادر تجيب فين كبير تحط فيه كانيولا خضراء، فاستخدمت فين صغير مع كانيولا صغيره، ما ادتكش الريت كفايه ان انت تعرف توصل تحقن صبغه او بولة من الصبغه كفايه ان انت تعمل انجيوجرافيك فيز، او حظك بقى السيء ان حصل اكسترافازيشن، يعني انت حقنت من هنا فين رابشر والصبغه طلعت في السبكوتينيوس تيشوز، فالصبغه اساسا ما وصلتش للسيركوليشن، فهتلاقي الفحص باظ خلاص. وده بيحصل انت لما الرابشر يحصل في نص الفحص، يعني هو تبقى انت حقنت مثلا 50 مللي صبغه، بعد كده حصل رابشر فالجهاز قرر ان في صبغه وصلت للاورطه، وبعدين ابتدى الفحص بس بقيه الصبغه ما وصلتش اساسا، فتلاقي ان الصبغه فينت، تبقى الفحص وحش. طبعا في حاجات بتخلي الفحص مش كويس، زي ما قلنا الكالسيفيكيشن اللي في التيبيال اورترز بتأفكت الكواليتي اوف اسسمنت في قلة قليلة من البيشنت، ودي بتحصل وبتعمل مشكلة كبيرة جدا في طريقة التصوير للعينين اللي هم عندهم دايريت كارديومايوباسي ويز ديكريس كاردياك اوت بوت. دول بتبقى السيركليشن عندهم سلاجش تماما يعني، والبوش اللي انت بتديها بالانجكتور في الفينز عبر ما توصل للهارت، والهارت اساسا دايليتد وفي ستاجنانت بلاد فلو، البوش دي بتخف خالص، بتضعف يعني، فاهم، وكارديك اوتبوت ضعيف، فبتلاقي الدم طالع بالصبغه وهو ايه ميت كده، فاهم، فبتلاقي الاوبسيفيكيشن للكونتراست في الارتيري تري ضعيفه، فبتعمل الفحص بتاعك وحقين كويس صبغه كويس ريت كويس، وانت تيجي تصور تلاقي الصبغه فينت او بطيئه او وصلت متاخر، بيبقى فحص وحش. طبعا وقتها يعني ايه بتحاول تتحايل بقى انك تعيد الفحص تاني وتغير التايمنج وتغير الريت، بس يعني مفيش حل سحري للقصه دي، الموضوع بيبقى فعلا سيء يعني، والفحص بيطلع مش كويس يعني. دي حاجه في الهيمودينامكس بتاعت البيشنت يعني. وقتها ممكن ساعتها تستعمل بقى ام ار اي لللور ليمب. في بقى المشكله الرابعه ان انت تبقى عندك يعني حاجه غريبه شويه، بس انت تبقى تعمل فحص مثلا على جهاز 360 سلايس، جهاز سريع جدا، تمام، وتصور متبقاش واخد بالك ان حركه الترابيزه هي اسرع من حركه الصبغه في الدم، فانت تبتدي تصور فتصور ابدون الاورطه، طبعا انت نازل بالصور تلاقي ان الصبغه اختفت اساسا من اللور لمب، مش موجوده، انت بتبقى صورت قبل ما الصبغه توصل للور لمب، وده يعني ديفكت انت تبقى واعي ليه، لان ده لو حصل فقط في التيبيال ارتريز انت ممكن تعتقد ان مفيش ان في اكلوجن يعني، وان الصبغه ما وصلتش، بس هتلاقي الموضوع ده سيمتريكال على الناحيتين، وقتها لازم تبص على السكند ران، لازم تبص على السكند ران تتأكد من ال arterial tree في السكند ران، هتلاقيها 100 100 وال vessels opacified وواضحة تماما يعني، تمام. فده لو حصل ان انت لقيت ال infratibial arteries، طبعا زي الحالة دي انت عندك هنا مثلا ان انت مش شايف صبغة، بس ده عشان في occlusion يعني، لكن افتراض ان انت على الناحيتين ما لقيتش صبغة واصلة في ال infratibial arteries، بص على السكند ران وتأكد فعلا ان مفيش صبغة وصلت، ان السكند ران دي بتبقى يعني متأخرة شوية، فلو كانت الصبغة متأخرة في التصوير هتعرف تلقطها في السكند ران، تمام. اتمنى تبقى الفحص واضح، وان شاء الله كده المرة الجاية اوريكم بقى ايه الفايندنجز اللي في الحالة دي.